أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الواشنطن، أقدمه لكم دائما وكالعادة من العاصمة الأمريكية. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه كيفن مكارثي بأصوات بعض أعضاء حزبه وبدعم من الديمقراطيين. هي سابقة تاريخية تعكس الانقسام الحاد داخل الحزب الجمهوري وتعزيز مواقع جناحه المتشدد في ظل غياب الانضباط الحزبي في الصف الجمهوري، الأمر الذي فتح الباب واسعا أمام تساؤلات بشأن مستقبل المشهد السياسي في الولايات المتحدة التي بدأت من الآن تضبط إيقاعها على وتيرة حملات الانتخابات الرئاسية عام 2024. السؤال: هل سيعزز ما حصل في مجلس النواب حظوظ الرئيس ترامب في انتزاع ورقة ترشيح الحزب الجمهوري أم أنها ستؤذيه؟ وما تأثيرها على حظوظ بايدن الانتخابية؟ وما هو مصير برنامج دعم أوكرانيا من قبل مجلس النواب؟ For the first time in American history, a Speaker of the House of Representatives has been removed from his position. Yay. Capture. Yay. That my colleagues and I who don't support Kevin McCarthy would plunge the House and the country into chaos. The absence of a quorum. Clerk will call the roll. Ms. Baldwin. Our government is designed to find compromise. I don't regret my efforts to build coalitions and find solutions. You are not entitled to the first time it's ever been used. Good afternoon. And now, Speaker McCarthy, have all learned the same hard lesson. ولمناقشة هذا الملف يسرني أن أستضيف من واشنطن المساعد السابق الخاص للرئيس دونالد ترامب مارك لوتر. أهلا بك سيد لوتر. بداية سؤال بديهي: كيف يمكن لمجموعة صغيرة من الحزب الجمهوري أن تقرر مسار المجلس النواب، مجلس النواب الأمريكي، في لحظة تخلى عنها الجميع عن كيفن مكارثي؟ هذا كان من بين التنازلات التي قدمها كيفن مكارثي عندما سمح في تلك التصويتات التي دامت 15 جولة قبل أن ينتخب رئيسا. وبطبيعة الحال لو كان حصل على أغلبية ما كان ليحدث هذا. تم تخفيض العتبة والآن تم التخلص منها. هل يمكن القول مارك لوتر بأن الحزب الجمهوري دخل الآن مرحلة فوضى وانشقاقات قد تتسبب بتداعيات سلبية على مستقبله؟ كلا، لن أصف الأمر بهذا النحو. كانت تلك فئة قليلة، 5%، ليس إلا. وعندما ننظر إلى أسباب فعلهم ذلك، هم كانوا يعتقدون أن التغيرات التي طمحوا إليها لم تنفذ، وكانوا يرون أن هناك وتيرة أسرع كان حري بكيفن مكارثي أن يتبعها. وبطبيعة الحال هذه الفئة القليلة تمكنت من قلب الأمور. وبالنسبة للحزب الديمقراطي شهد شيئا مماثلا، حيث كانت هناك فئة قليلة تسببت في الكثير من الاضطرابات للحزب الديمقراطي، وبالتالي هذا أمر يحدث في كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. مارك، هل برأيك أن الجمهوريين اليوم بظل الانشقاقات بينهم قادرون على إيجاد بديل لمكارثي؟
نعم أعتقد ذلك، وأرى أن هذا سيحدث الأسبوع المقبل. هناك مرشحان أعلن ترشحهما، ستيف سكاليس وهو رقم 2، وكذلك جيم جوردن وهو رئيس اللجنة القضائية في الكونغرس. وبالتأكيد نعرف أن جيم جوردن حظي بدعم وتأييد ترامب. سيكون هناك اجتماع للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، وسيعودون للعمل ويتوافقون على المرشح الجديد ليشغل رئاسة مجلس النواب، لأنه لو إذا لم يحدث ذلك ستكون هناك نتائج سلبية ستنضاف إلى كوارث جو بايدن، وهذا لن يساعدنا. مارك لوتر، أرجو أن تبقى معي، فلنستمع إلى الرد الذي قدمه مكارثي بعد قرار عزله. إن القيام بالشيء الصحيح ليس بالأمر السهل دائما، ولكنه ضروري، ولست نادما على تفضيل الحلول على الشكوى، إنها مسؤوليتي ووظيفتي، ولست نادما على التفاوض، إن نظام الحكم لدينا مصمم للعثور على حل وسط. أعتقد أنني أستطيع الاستمرار في النضال ربما بطريقة مختلفة، لن أترشح لمنصب رئيس المجلس مرة أخرى، سأجعل المؤتمر يختار شخصا آخر. مارك لوتر، أعود إليك، هل برأيك الشخص أكان جيم جوردن أو غيره هو قادر على حل المشكلات التي تعصف بالحزب الجمهوري داخل مجلس النواب؟ نعم، أعتقد أنه بإمكانهم ذلك. الذي يجب فعله هو تسريع وتيرة العمل، لأن هناك استياء من عدد من الجمهوريين الذين صوتوا ضد مكارثي، والجمهوريون يديرون فقط أحد أقسام السلطات المفصولة التي لدينا، أما الديمقراطيون فهم لديهم رئاسة مجلس الشيوخ وكذلك الرئاسة الأمريكية، ولهذا أعتقد أنه يمكن وضع الأهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها والعمل بنظام والتوحد في صفوف الجمهوريين. وأرى أن جيم جوردن وستيف سكاليس كلاهما محترمان في الحزب الجمهوري ووجد في هذا الحزب منذ وقت طويل، وأي أحد منهم ما يمكنه أن يحصل على 218 صوتا. سنرى ما الذي سيفعلونه. برأيك هل دونالد ترامب يتحمل مسؤولية ما حصل؟ كلا، لا أرى ذلك، لأن تأييد الرئيس السابق دونالد ترامب لمرشح معين هي محاولة لمساعدة الحزب، وحتى لا يكون هناك أي تشويش على الحزب الجمهوري. هناك بعض الأعضاء الذين يريدون إجراء تغيير، هناك من يريد إغلاق الحكومة الاتحادية للحصول على أهدافهم، وهذا لن يفيد. هم يريدون ممارسة هذه الاختصاصات، ولكن رأينا أن ترامب عبر عن اعتراضه على هذا ويريد أن يجعل الحزب الجمهوري يتقدمون ويشغلون المنصب الشاغر لرئيس مجلس النواب، وهكذا يظهر ترامب بأنه زعيم الحزب الجمهوري ويمارس هذه الزعامة والقيادة ويحاول لما شمل الجمهوريون والعودة إلى المسار. مارك لوتر، أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. مشاهدينا، ننتقل إلى الملف الثاني حيث سنناقش فيه خارج الاستوديو ملف الإضرابات والنقابات في أمريكا. تابعونا. من أمام مبنى فرانسيس بيركنز وهو مقر وزارة العمل الأمريكية، أهلا بكم في هذه الفقرة الثانية من برنامج من واشنطن، والذي سوف نتناول فيه ملف الإضرابات وأيضا نقابات العمال في الولايات المتحدة
ومدى تأثيرها السياسي والمباشر على الحياة العامة في أمريكا. وفي هذا الإطار يسرني أن أستضيف سيث هاريس، وهو كان مستشاراً أساسياً للرئيس جو بايدن خلال سنتين تقريباً لشؤون العمال، وأيضاً عملت وزيراً بالإنابة، وزيراً العمل بالإنابة إبان إدارة الرئيس باراك أوباما. سيد هاريس، أرجو أن تبقى معي. مشاهدينا، قبل متابعة الحوار نستعرض بعض الملفات الخاصة بموضوعنا اليوم. الأشهر الماضية وصفت هنا في الولايات المتحدة بأنها صيف الإضرابات، مع إضراب مئات آلاف العمال في مختلف القطاعات العمالية. آخرها كان إضراب أكثر من 75 ألف موظف في منظمة كايزر بيرمننتي الصحية، وهو يعد أكبر الإضرابات في القطاع الصحي في التاريخ الأمريكي الحديث. إضرابات أخرى أيضاً مهمة شهدتها الساحة الأمريكية، منها قطاع السيارات والإنتاج السينمائي في هوليوود بإضراب عشرات آلاف من الموظفين. بطبيعة كل قطاع ربما تختلف بعض مطالب المضربين، لكن جميعهم يتشاركون بالمطالب الرئيسية، وهي تحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم. تقود هذه الإضرابات عدة نقابات عمالية كبيرة، وبات ملاحظاً أن نشاط هذه النقابات والإضرابات بشكل عام أخذ منحاً تصاعدياً في السنوات القليلة الماضية، حتى وصلت إلى عدة شركات كبرى لا تسمح بتشكيل نقابات، وشهدت هذه موجة احتجاجات كبيرة من موظفيها للضغط من أجل السماح بإنشاء مثل هذه النقابات لحمايتهم وتعزيز حقوقهم. النقابات وحركة الإضرابات هذه تحظى بدعم أكثر الأمريكيين وفقاً لاستطلاعات رأي صدر مؤخراً، كما هناك خبراء يعتبرون أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة هي التي دفعت الأمريكيين وخصوصاً المشاركين في هذه الإضرابات إلى المشاركة فيها. أتوجه الآن مرة ثانية إلى ضيفي سيث هاريس. السؤال الأول، هل تلاحظ أن ثمة حركة غير اعتيادية لنقابات العمال؟ شاهدنا ارتفاعا ملحوظا في أنشطة وإضرابات العمال. شاهدنا أكبر عدد من الإضرابات العمالية في أمريكا على مدار 23 عاما. قد تفاقم هذا الأمر لأن العمال قرروا أنهم يريدون حصة عادلة من أرباح الشركات، يريدون أماكن عمل أكثر أمنا وسلامة، يريدون استثمارات أكبر من أرباب العمل في مستقبلهم، وهم لا يحصلون على ذلك حاليا. بالتالي فإن طريقة الحصول على ذلك هي التنسيق مع زملائهم والمطالبة وتنظيم الإضرابات. سيث هاريس، أتعتقد أن حركة العمال، حركة النقابات، يقودها الوضع الاقتصادي، أم أن هناك نواحٍ سياسية خلف هذا الموضوع؟ بالتأكيد الاقتصاد له دور كبير. لدينا سوق عمل محدودة جدا، هناك انخفاض واضح في البطالة، العمال يتركون وظائفهم بالملايين كل شهر لأنهم يشعرون أن بإمكانهم العثور على وظيفة أخرى بسهولة تجعلهم في موقف قوة عند التعامل مع أرباب العمل. لكن حدثت أيضا تغيرات ثقافية وسياسية في أمريكا. الرئيس بايدن قال إنه الرئيس الأكثر تأييدا للنقابة العمالية في تاريخ أمريكا، بل إنه ذهب بنفسه إلى أماكن الإضرابات ليظهر تأييده لهم. لكن حدث أيضا تغير ثقافي في بلادنا، هناك تأييد كبير بين الشعب الأمريكي للنقابات. 76% من الأمريكيين قالوا إنهم يؤيدون النقابات، 88% من الشباب الأمريكيين تحت سن 30 يدعمون النقابات، وثلث الشباب الأمريكيين قالوا إنهم يحبون أن يكونوا أعضاء في نقابة ما في أماكن عملهم. وكما قال لي عدد من العمال الشباب الأمريكيين إنه أمر جيد أن يكونوا أعضاء في نقابة ما، رأينا ذلك في صناعة تلو أخرى من ستاربكس إلى أمازون وفي قطاع مبيعات التجزئة، بالإضافة إلى النقابات التقليدية مثل عمال صناعة السيارات. قبل الدخول بموضوع دعم الرئيس بايدن ومدى شجاعته واندفاعه إلى حركة النقابات، أود أن أسألك، هل
هل هذا أمر طبيعي أن نرى إضرابات لنقابة عمال صناعي صناعة السيارات، أن نرى أن مراقبي أبراج المطارات يضربون كل فترة وأخرى، أيضا هناك إضرابات لنقابات الأطباء، وأيضا حتى في هوليوود هناك إضرابات، أتعتقد أن هذا أمر طبيعي يحدث؟ لم نشهد ذلك في الولايات المتحدة منذ 23 أو 24 عاما. نحن نرى مزيدا من الإضرابات، مزيد من الإضرابات تبدأ كل شهر، مزيد من العمال يضربون مع فقدان مزيد من ساعات العمل بسبب الإضرابات في 2023 أكثر مما شهدناه في جيل كامل، ونرى مزيدا من النشطاء من جميع فئات العمال. من الأمور المثيرة للاهتمام ليس عمال النقابات فحسب الذين ينظمون الإضرابات، بل إننا نشهد أيضا عمالا مستقلين قرروا فيما بينهم أن هناك أمورا يقوم بها أرباب العمل وهي غير مقبولة تماما، وهكذا أصبحت حركة ونشاط العمال أمرا أكثر شيوعا في أمريكا في 2023، وجزء من ذلك زيادة نشاط وحركة العمال، زيادة وعي العمال بما لديهم من قوة، كما أن الاقتصاد منحهم قدرا كبيرا من القوة، انخفاض البطالة، ارتفاع الأجور، البحث الدائم من أرباب العمل عن عمال جدد، كل ذلك أعطى العمال قوة حقيقية. في الوقت نفسه رأينا أن الرئيس بايدن ذهب إلى ميشيغان وأيضا الرئيس دونالد ترامب، ونلاحظ أن هناك دعما من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري لحركة النقابات. هل هي فقط للمزايدات السياسية قبل الانتخابات الرئاسية، أم أنها حقا تغيير حقيقي في السياسة الأمريكية؟ كنت أتمنى أن يتسنى لي القول بأن الجمهوريين يؤيدون نقابات العمال، لكن كل سياسة وكل فعل اتخذوه ليس خلال فترة إدارة ترامب فحسب، لكن في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون كان ضد النقابات، ناهيك عن جهودهم لتخفيض الأجور لصالح المؤسسات الغنية. هل تعرف، لقد ذهب ترامب ذات مرة إلى مصنع لا ينتمي إلى نقابة، وكان معظم العمال هناك لا ينتمون إلى أي نقابة. ما شهده هناك كان وضعا فوضويا، قال إنهم يتصرفون بطريقتي، الأفضل أن أشاركهم. هو لا يهتم إذا حققت نقابة UAW مطالب إضرابها أم لا، أو تمكنت من رفع الأجور وتحقيق منافع أكبر للعمال وإلغاء نظام التوظيف المزدوج. كل ما يعنيه الحصول على بعض الأصوات من خلال نشر الفوضى ومهاجمة الرئيس بايدن. لذا لن يذهب ترامب أبدا إلى أماكن الإضرابات العمالية، لأن العمال يعلمون أن الحزب الجمهوري لا يدعم النقابات وقوات العمال. سيد هاريس، أرجو أن تبقى معي. مشاهدينا، سوف نستعرض في هذا التقرير التالي أبرز النقابات العمالية في الولايات المتحدة وما هو دورها الفعلي، فلنتابع. نعود إلى متابعة الحديث مع سيث هاريس، وهو كان وزيراً للعدل بالإنابة، وأيضاً كان مستشاراً للرئيس جو بايدن في هذه الأمور. سيد هاريس، كما تابعنا في التقرير لاحظنا أن هناك عدداً كبيراً من النقابات والحركات العمالية. ما هي برأيك أهم النقابات التي يمكن أن تؤثر على السياسات الاقتصادية وربما السياسات العامة في أمريكا؟
أعتقد أن العمال غاضبون بشكل رئيسي من أرباب العمل لأنهم يرونهم يحققون أرباحاً طائلة لفترة زمنية طويلة، لكن العمال لا يحصلون على حصة من هذه الأرباح. إضافة إلى ذلك، خلال الجائحة رأوا أن أصحاب الأعمال مهتمون أكثر بتحقيق الأرباح وحماية أنفسهم أكثر من حماية العمال. أتعرف، مات أكثر من مليون أمريكي خلال الجائحة، معظمهم كان سبب موتهم أنهم كانوا في العمل حيث أصابهم الفيروس في أماكن عملهم، وهم يمرون بلحظة تحول ثقافية. إذا أصبحت النقابات العمالية بالنسبة لهم تمثل حلاً فعالاً للتحديات التي تواجههم في أماكن عملهم، بالتالي تواجه النقابات مشكلة في الحفاظ على نسبة مئوية كبيرة من القوى العاملة في عضويتها، لكنهم يحاولون جاهدين النمو بقوة. كل رئيس نقابة تحدثت معه قال لي إنهم في وضع النمو وهم ينظمون أنفسهم ويحصلون على استجابة جيدة من العمال. دعني أتوقف عند كلمة أشرت إليها وهي بالغة الأهمية، بأن النقابات واتحادات العمال هي قوة مؤثرة في المجتمع الأمريكي، لكن كيف يمكن تحقيق ذلك في ظل وجود شركات كبرى تحتكر السوق الأمريكية؟ كيف يمكن التوفيق بين هاتين الفكرتين؟ حسناً، إنه نوع من الشد والجذب. الشركات تتمتع بقوة كبيرة في أمريكا، قوة اقتصادية وقوة سياسية وقوة ثقافية، لكن لم يكن هناك ثقل موازن، ولم يكن العمال قادرين على مواجهة ذلك الآن. العمال القادرون على مواجهة ذلك بشكل أفضل هم العمال الذين يصعب استبدالهم، سواء بسبب عددهم الكبير أو بسبب مهاراتهم، ومثال على ذلك في هوليود، حيث يصعب جداً استبدال الكتاب والممثلين ذوي المهارات العالية بسرعة. لذا يجب على الشركات العمل والتعاون مع النقابات. يصعب استبدال 150 ألف عامل من عمال السيارات أو 340 ألف عامل من سائقي شاحنات UPS، مما يعطي النقابات قوة كبيرة عند التعامل مع الشركات، لكن الشركات ما زالت لديها قوة، لذا الأمر أشبه بالمعركة ولم تحصل النقابات على شيء تريده. لكننا بدأنا نرى حالياً في بعض الأماكن استعادة لتوازن القوى بين قوة الشركات وقوة العمال. إلى أي مدى يمكن أن تلعب النقابات واتحادات العمال دوراً فاعلاً ومؤثراً في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ النقابات مهمة للغاية لتحالف جو بايدن، لقد كانت مهمة له في 2020 وستكون كذلك في 2024. وما يمكن لحركة العمال أن تقوم به هو التواصل مع مجموعات كبيرة من العمال الذين ربما لا يؤيدون الرئيس، خاصة الشباب منهم الذين لم يتلقوا تعليما جامعيا، والشباب ذوي البشرة البيضاء الذين لم يتلقوا تعليما جامعيا. حركة العمال تمثل عدداً كبيراً من هؤلاء العمال، لذا بالإضافة للأموال والتعبئة السياسية والمتطوعين والمصادر الأخرى، الأهم من ذلك كله هو ذلك الحوار مع حركة العمال عن أسباب إعادة انتخاب جو بايدن. سيث هاريس، وزير العدل بالإنابة سابقاً وأيضاً مستشار الرئيس بايدن لشؤون وزارة العمل، أشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا هنا. مشاهدينا، نصحبكم هذا الأسبوع في جولة إلى ما يعرف بجنة المحيط الهادئ، أرخبيل جزر هاواي، المعروف بشواطئه الممتدة وغاباته وبراكينه. فلنتعرف على إحدى أهم المناطق في الولايات المتحدة، فلنتابع. جنة المحيط الهادئ، جزر هاواي، الأرخبيل المكون من 8 جزر الذي انضم للولايات المتحدة منذ عام 1898. جزر هاواي ببراكينها النشطة وغاباتها وبشواطئها الممتدة وسواحلها الغنية بالشعب المرجانية. النشاط البركاني من أكبر مصادر الجذب السياحي بالجزيرة، خير مثال بركان ماونا لوا الذي يعد أكبر بركان نشط في العالم، الذي أخرج حمامه للمرة الأولى منذ قرابة 40 سنة.
جزيرة أواها أكبر المناطق كثافة سكانية خصوصاً في عاصمة الولاية هونولولو، يتوافد عليها السياح للاستمتاع بشواطئ المصنفة كأحد أفضل الشواطئ في العالم، مع ميزة خاصة لبونالو الشاطئ الأسود الشهير برماله السوداء التي يخلفها النشاط البركاني بالجزيرة. وتبقى جزرها وأيوجة سياحية مفضلة لعشاق الرياضات البحرية والجبلية وهواة الغطس والراغبين في الاستمتاع بالشعاب المرجانية ومشاهدة أسراب الدلافين والسلاحف. حرائق الغابات هذا العام كانت أسوأ كارثة طبيعية ضربت جزر هاواي منذ أكثر من قرن، ألحقت خسائر بجزيرة ماواي، جزيرة تحاول التعافي واستعادة الابتسامة. وصلنا إلى ختام حلقة برنامج من واشنطن، أشكركم على هذه المتابعة وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل، تحياتي.